54 سنة من عمر نادي الطلبة الرياضي. نادي الطلبة الأنيق، وأنا أنتظر مني حلقات إرشيفية عن نادي الطلبة، سواء اللي عاصرتها بالعراق واللي عاصرتها بعمان، كنت عن القرب وبعدين هاي المشاهدات في السنوات الأخيرة، فلكن ذكرى نادي الطلبة عزيز على قلوب. نادي الطلبة الرياضي تأسس، للي ما يعرف نادي الطلبة جيدا مو متابع، وللأخوة العرب، نادي الطلبة العراقي تأسس تحت اسم نادي الجامعة، أسسه بعض الطلبة والجامعيين في جامعة بغداد، الجامعة العريقة الأم، في سنة 1969، في 17 كانون الأول 1969 ميلادية، تأسيس نادي الطلبة تحت مسمى الجامعة. وفي يوم 27 كانون الأول 1977 اتخذت الدولة قرارا بتحويل نادي الطلبة بدلا من نادي الجامعة، يعني تغير الاسم من نادي الجامعة إلى الطلبة. طبعا الاسم، الرواد نادي الطلبة البعض، أنا حتى عاصرتهم يعني جامعيين وكذا، اعترضوا على التسمية، والبعض كان يصرون في أحاديثهم الخاصة أنه نادي الجامعة وليس الطلبة. بس أعتقد أنه قرار الدولة كان صح، لأنه الجامعة صح اسم حلو، ولكن يرمز إلى مدلولية جامعة. حتى لو مو تخصيص جامعة بغداد، ممكن أي جامعة بالعراق البعض قد يقول، لكن راح يكون فقط في نطاق الجامعة، يعني فجمهورة راح يكون كذا. ولكن لما تقول الطلبة، فأي طالب علم في العراق، طلبة العلم تشمل بالرياضة الأطفال، حتى الدكتوراه، وحتى اللي يطلب العلم بعد الدكتوراه في دورات كذا، فهو أي طالب هو يشمل هذا النادي. طبعا الجمهور الهندية مو شرط يعني هو طالب لازم يشجع الطلبة، معروف هذا لكن أيضا الاسم هذا لدلالية، يعني عرفت شلون؟ فلهذا أنا اسم تحويل الاسم للطلبة، هذا شيء أعتقد كانت موفقة الدولة العراقية فيه، فهنيئا للطلبة تأسيسه وتغيير إلى اسم نادي الطلبة، مع اعتزازنا بالجامعة وهي الأم اللي مهدت لتأسيس الطلبة. وأنه لا زال الطلبة طبعا دائما تدريباته في ملاعب كلية التربية الرياضية في الجادرية في بغداد، التابعة لجامعة بغداد. طبعا نادي الطلبة كذلك من المعلوم إنجازاته، للأسف الإنجازات نادي الطلبة ترى عمره فتي، يعني الطلبة إذا تقيس بالأندية الجماهيرية بالعراق الأربعة البغدادية، هو أقل عمر بهن، أقل عمر طبعا بالطبع من الجوية، ثاني أو أول أقدم نادي بالعراق، والزوراء طبعا والشرطة بعدين. لكن الطلبة إنجازاته، مثلا قبل الاندثار ب 2003 بسبب ظروف، طبعا الطلبة معروف ظروفه يعني قلة الدعم وكذا المشاكل اللي صارت به، لكن حد 2003 هو إنجازاته أفضل من الجوية ومن الشرطة، يعني هو كان منافس للزوراء بعدد الإنجازات. فطلبة قبل هذا يعني عمره ما يتلائم وإنجازات، إنجازاته تفوق عمره، إلا هاي العشرين سنة اللي النكبة اللي صارت به، هاي النكبة خلتها يعني إنجازاته متوالمة مع عمره للأسف. فشوف حقبة على كاظم، هو مو بس على يعني الإرهاب وعدم اهتمام الدولة، يعني الجماهير نادي الطلبة اللي تحمل على كاظم السبب، أنا أقول على كاظم سبب لكن مو المسبب الوحيد، أكو عدة أسباب. الدولة العراقية في بعد 2003 تتحمل جزء من النكبات اللي صارت بالطلبة، أقولها ولا زلت أقولها وأبقى بآخر عمر أقولها، وعندي دلائلي والأذكياء والمتابعين يعرفون أنه كلامه صحيح. على كل حال، إنجازات نادي الطلبة 5 مرات بطولة دوري العراق، دوري العراق 5 مرات، وكأس العراق 2 مرات. طبعا بالمناسبة أكثر فريق وصل للنهائي كأس العراق وما أخذ الكأس، طبعا الزوراء أكثر فريق ما أخذ كأس العراق، هاي منتهين منها، لكن الطلبة أكثر فريق وصل وما أخذ الكأس، عنده طبعا 2 كأس، عنده بطولة كأس المعارك اللي ألغيت، معروفة أول 8 أندية بالعراق بالبداية، أول ما انطلقت للعلم مؤسسة، بعدين أحكي عن هاي البطولة، بس هي البطولة أسسها نادي الطلبة وبعدين تبناها الاتحاد العراقي، وكانت لحد 2003 ضمن المنهاج السنوي للاتحاد العراقي، بدأت بس 6 فرق بعدين أصبحت 8 على 2 كل 4، فالطلبة حرزها 3 مرات أم المعارك، وكذلك كان وصيف مرتين يعني
ومرتين مركز ثالث في الطلب إنجازاته بالبطولة اللي هو أسسه جيدة في هذه البطولة، لكن للأسف بعد 2003 ألغيت البطولة. وأنا عندي مقترح عليه وما نشرب فيديو إن شاء الله، سبق لي أنا ناشر عليه يعني، بس لا بأس إن نعيده هسه المتابعات أكثر، إن بطولة المعارك مو المعارك سوري ممكن تقام وممكن تكون لها فائدة للكرة العراقية. على كل حال هاي إنجازات على المستوى الرسمي داخل فقط أكو بطولات ودية يعني. نبدي بطولة داخلية تنشيطية قبل ما يحرز الدوري تأسيسه لما كان يحمل الجامعة، ما حد يذكرها هاي، يعني عادية، بطولة مؤسسات بغداد، كان بمثابة الدرجة الثانية. بطولة مؤسسات منطقة بغداد تعتبر دوري درجة ثانية موسم 70-71، يعني بالضبط أعتقد ورا سنة من تأسيسه. أو لا لا ليش أو هو تأسس نسيت أنا، كانون الأول 69، فهو هاي أول سنة، لأن هو ماكو عبرة السنة كمل بالواحد بالسبعين، فأول موسم إليه أحرز بطولة مؤسسات بغداد درجة تعتبر درجة ثانية 70-71، وبعدين صار درجة أولى، فهذا الكأس يعني بطولة أيضا أحرزها، قليل اللي يعرفونها، بس هي بإنجازات النادي موجودة. أكو بطولات ودية، شارك ببطولة بنجلور ب84 بالهند وأحرزها، طبعا كثير أندية عراقية شاركت وأحرزتها، ومنتخب شباب العراق أيضا أحرزها في سنوات متعددة، لكن 84 طلبة كان محرزها. وفي بطولة دمشق 2005 في عز الإرهاب أيضا أحرزها الطلبة، تمام، كان على حساب الزوراء على فكرة. 2005 بطولة كأس دمشق، بطولة كأس دمشق إنها على نادي سوري، بس كان الزوراء أيضا مشارك فيها، أندية عراقية وسورية وفلسطينية وكذا، أعتقد حتى خليجية. عندنا كأس يوم بغداد، بطولة ودية كأس يوم بغداد 2021، أيضا أحرزها نادي الطلبة وشاركت بها أندية عراقية وأعتقد أردنية وفلسطينية، يعني دول من بلاد الشام كانت تشارك العراق، أعتقد نادي يمن أو لا ما أتذكر، بس أندية كذلك تشارك من بلاد الشام. كذلك طبعا معروف أنه نادي الطلبة بعد انقطاع العراق عن بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، الطلبة أول نادي بعد انقطاع العراق البطولة منذ انسحاب آليات الشرطة من النهائي أمام مكابي حيفا بالنهائي، اللي كان مرشح يحرز البطولة بسبب النادي الإسرائيلي ما نلعب وياه، ما عندنا اعتراف بهاي الدولة، الطلبة كان أول فريق عراقي يشارك بأبطال آسيا بعد ذلك في 1986، ولعب في نهائيات غرب آسيا، يعني جرت غرب آسيا تجمع في بعد أن تأهل للدور الأخير، التجمع في غرب آسيا، والمفروض أن البطل يقابل بطل شرق آسيا اللي أحرز الوصيف به الهلال السعودي، نادي يابان أحرز اللقب، لكن شارك الطلبة في الرياض وأمام نادي صيني ونادي ياباني ونادي الهلال، فالطلبة للأسف أخفق في هذه البطولة، لأن كان نجوم الزينين والصاعدين كلهم مفرغين نادي الرشيد، يعني ماخذينهم نادي الرشيد، تعرفون قصة نادي الرشيد، فلاعبينه كان كبار بالعمر، فحسين سعيد كان موجود لأنه بالمنتخب بس موجود يعني، وعلي حسين بس ليدي الوحدة ما تصفق، والكابتن حسين ما قصر والطلبة قدم مباريات جيدة، لكن كان الهلال السعودي هو المتصدر. فهذه هي فقط اللي أقول لكم، إنجازات طبعا طلبة أبطال الكؤوس، أحرز المركز الثاني في التسعينيات بعد نادي شيمينزو الياباني، وكان الطلبة المستوى جيد، لكن أمطار وفي ملعب النادي الياباني، يعني هي هم تعرفون هاي قوانين الاتحاد الآسيوي من ذاك اليوم لهذا، لو البطولة جارية ذهاب وإياب حتى ولو المباريات كانت ببغداد، وحتى لو نادي اليابان رافض ممكن يستضيف العراق في الدوحة أو في عمان، كان ممكن تصير عنده فرصة، لأن طلبت بأرضهم اليابانيين وقدم عرض طيب وخسر 2-1 رغم أن الظروف الجوية سيئة، وتعرفون تجهيزات الأندية العراقية لا أحد مناسبة للمطر ولا كذا، المهم أمور كثيرة ما أريد أطول عليكم بها. وأحرز المركز الرابع كذلك مرة أخرى أيضا قبيل تقريبا مطلع الألفية نهاية التسعينات، فالطلبة يعني آسيا صح ما أحرز بطولة لكن كان مشرف الكرة العراقية، يعتبر من بعد نادي الرشيد العراقي وآليات الشرطة مثل ما قلت اللي في الستينات.
فمبارك للأنيق، وإن شاء الله حاليا الأنيق صح حاليا بالدوري مستوى سيء، ولكن هو الموسم السابق والأسبق منه يعني أحرز المركز الثالث مرة الرابع، يعني صار رجع ينافس على الأقل مربع الذهبي، على الأقل مربع الذهبي، وإن شاء الله تصير انتخابات للطلبة وتجي إدارة دائمة جديدة، وبالتوفيق للأنيق، وتحياتي لكم جميعا.